اهلا بكم في ساينس بايتس. انا احمد ابراهيم والنهارده هنتكلم على هوميوستاسيس. في حيوانات زي التماسيح مثلا لو الجو برد شويه لازم يطلع يتشمس كام ساعه في اليوم عشان ما بيعرفش يتحكم في درجه حراره جسمه، فلو ما عملش كده درجه حراره جسمه هتفضل توطى 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 توطى. ده نوع من الحيوانات بيسموها كولد بلادد او ذوات الدماء البارده، ما بيعرفوش يتحكموا في درجه حراره جسمه. طب واحنا ليه مش بنطلع نتشمس؟ عشان انت مش كولد بلادد، انت وورم بلادد. انت جسمك عنده طريقه بيحافظ بيها على البيئه الداخليه ثابته، وهو ده هوميوستاسيس. طب يعني ايه البيئه الداخليه؟ البيئه الداخليه بتاع جسمنا زي درجه الحراره ونسبه الاكسجين في الدم ونسبه الجلوكوز في الدم ونسبه ثاني اكسيد الكربون ونسبه اليوريا، ده غير نبض القلب وضغط الدم طبعا وحاجات تانية كتير. جسمك بيحاول يحافظ على الحاجات دي في وضع ثابت عشان ما تبوظلوش السيستم. وهوميوستاسيس عباره عن شراكه ما بين ثلاث حاجات: ريسبتور او المستقبل. طبيعي ما دام في حاجه ممكن يبقى فيها تغيير يبقى لازم يبقى في حاجه تحس التغيير ده، سنسورز. هم دول الريسبتورز، يحس التغيير ويبعت معلومات للمدير، ريبورت. المدير ده هو الكنترول سنتر، هو ده الطرف التاني من الشراكه. الكنترول سنتر هياخد المعلومات ويبتدي يتصرف، هيبعت اوامر عن طريق الاعصاب او عن طريق الهرمونز للشريك التالت الا وهو الافكتور اورجانز او الجنود اللي هينفذوا الاكشن اللي الكنترول سنتر قرر ان هو ياخده. في هوميوستاسيس الاكشن اللي هيتاخد ده المفروض انه يبقى عكس الستيمولس اللي حصل، فلو كان الستيمولس اللي حصل ان درجه حراره جسمك عليت فالكنترول سنتر هيبعت اوامر علشان يوطي درجه الحراره تاني. لو حضرتك كلت وجبه تقيله ونسبه السكر عليت قوي في الدم هتبقى وظيفه الكنترول سنتر انه يبعت اوامر عشان يوطي نسبه السكر في الدم تاني ويحافظ على كل حاجه ثابته. ده بيسموه نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. ستيمولس حصل ابعت اكشن عكس الستيمولس ده في الاتجاه. في فيديو تاني ممكن نتكلم باستفاضه عن امثله للهوميوستاسيس، وما دام في حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك يبقى اكيد في حاجه اسمها بوزيتيف فيدباك، بس طبعا مش هوميوستاسيس. برضه هنتكلم عن الفرق ما بينهم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا على لايك وسبسكرايب وعلى زر الجرس الجميل ده عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما يبقى فيه فيديو جديد. سلام.